تعلموا مني قبل ما اروح. هل تعلم انه بامكانك انشاء وتصميم تطبيقات والعاب تعمل على الجوال والكمبيوتر بدون تعلم لغات البرمجة، وان كل شخص منا يستطيع صنع التطبيقات والالعاب مهما كانت قدراته في استخدام الكمبيوتر، وتستطيع انشاء التطبيقات والالعاب من خلال برامج ومواقع بسيطة جدا تسمى ببرامج محركات الألعاب. كل ما عليك هو تحريك الفأرة والضغط على الأزرار، ولا تقلق، فهناك مواقع تتيح لك صنع التطبيقات والألعاب بدون الحاجة إلى تثبيت برامج على كمبيوترك، ولا تحتاج إلى كمبيوترات ذات قوة عالية. وسأقوم بالأيام القادمة بصنع ألعاب وتطبيقات أمامكم لكي أريكم مدى سهولة صنع التطبيقات والألعاب. وهناك المئات من البرامج والمواقع التي تتيح لك صنع التطبيقات والألعاب، وأنا اخترت موقعا إلكترونيا وبرنامجا تثبته على حاسوبك. فلقد اخترت موقع App Inventor لصنع تطبيقات الجوال، ولقد اخترت هذا الموقع لأنه مجاني بالكامل، وقد اخترت برنامج Construct لصنع التطبيقات والألعاب على الكمبيوتر والجوال، ولقد اخترت هذا البرنامج لسهولة استخدامه. والآن دعونا ننظر إلى ألعاب وبرامج تم إنشاءها بدون تعلم للغات البرمجة. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.